وللتقرب أكثر من أجواء معرض الشارقة الدولي للكتاب ينضم إلينا من إكسبو الشارقة مراسلنا محمد عبد الله. أهلا بك محمد، يعني لو تطلعنا على ما يدور من حولك في المعرض. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم. اليوم نتواجد هنا في هذا العرس الثقافي حيث نشهد البهجة والسرور على وجوه الزوار من مختلف الأعمار صغارا وكبارا، لا سيما احتضان المعرض العديد من الفعاليات والأنشطة بمختلف أجنحة المعرض. هذا بالطبع إلى جانب ما يقدمه المعرض من المعارف والعلوم والأدب والفكر والفن والثقافة. أعزائنا المشاهدين، دعونا نتعرف على أجواء المعرض من خلال رصد آراء الزوار. السلام عليكم. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ مرحبا. في البداية عرفنا عن نفسك. عبد الله مبارك المصمودي. عبد الله مبارك، ما هو انطباعك عن معرض الشارقة الدولي للكتاب وما يقدمه من مواضيع؟ صراحة معرض الشارقة هذه يمكن زيارة السادسة لي في كل سنة. مهرجان ثقافي فيه كل ما يتمنى المرء من علم ومعرفة، ودائما نحن نسعى وراء المنشورات الجديدة سواء كانت ثقافية سواء كانت أدبية أو حتى يعني من الروايات البوليسية أو الرعب أو أيا كان النوع. فأهني إمارة الشارقة في احتضانهم الممتاز وتنظيمهم أكثر من رائع، يعني مثل ما تشوف أحد الكتاب في الخلف هنا ما شاء الله، في نفس الوقت ما تحس بالزحمة أو تحس بأن يعني هناك سوء تنظيم. وأدعو العموم بشكل عام أنهم يزورون ويشوفون ويستغلون هذه الفرصة. شكرا لك. والآن ننتقل إلى زاوية أخرى حيث نجد توافد الزوار هنا في أروقة المعرض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. في البداية عرفنا عن نفسك. سلمان إبراهيم الحسني. حدثنا عن اهتماماتك في معرض الشارقة الدولي للكتاب سواء من ناحية الكتب أو الناشرين أو الأنشطة بشكل عام. والله اهتماماتي أني أسمع القصص الواقعية والبوليسية، أتعلم من الأخطاء السابقة من أي شخص ثاني. رسالة توجهها للقراء أو الزوار ككل في معرض الشارقة الدولي للكتاب؟ والله المعرض حلو، أحسن عن السنوات اللي فاتت. أنصحكم أنكم تتون، والأشياء جميلة هنا والفعاليات جميلة وكلها. شكرا لك. إذن كما لاحظنا هناك إعجاب كبير من قبل الزوار. إذن أعزائي المشاهدين، كانت هذه هي الأجواء هنا في هذا العرس الثقافي الذي لا زال في أيامه الأولى، وهذه دعوة منا لكم مشاهدينا في الحضور والاستمتاع بما يقدمه هذا المعرض من فعاليات وعدم تفويت هذه الفرصة الثمينة التي تستمر حتى 13 من الشهر الجاري. والآن عودة لكم زملائي في الاستديو، إليكم الكلمة. نعم، إذا زميل محمد عبد الله، شكرا لك جزيلا على هذه التغطية من معرض الشارقة الدولي للكتاب.